ده عصاره الليمون. طب القشر هعمل فيه ايه؟ هقول لكم بقى على طريقه خرافيه للقشر ده. هنقول المقادير بتاعتنا وما تستغربوش. هعمل خلطه من قشر الليمون. الخلطه دي هعمل بيها ايه؟ الخلطه دي نصها الاولاني هنضف بيه الفراخ وهزود عليها حاجات اعملها لتنظيف البيت. بمعنى خلينا نقول المقادير ونشتغل وانتوا هتفهموني. هستعمل حوالي كيلو قشر الليمون، هستعمل معلقتين ملح الليمون، معلقتين كربوناتو، ربع كوبايه خل، صابون مواعين او الصابونه الصفراء دي اللي احنا بتاعت الالومنيوم، الصابون العادي ببشرها. حاجه اعمل ايه؟ اول حاجه هجيب ميه سخنه اهي في حله، وهحط قشر الليمون بتاعي، سواء انا عصرت ليمون وخدت القشر بتاعه، او على مر الاسبوعين ثلاثه دول الليمون كل ما اعمل ليمون اعصر ليمون اروح شايله القشر بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هحطه وهحط عليه ملح الليمون واخليه يغلي على النار ساعه، هيوصل للشكل ده اهو. يبقى ميه، حطينا عليه ميه وحطينا عليه ملح الليمون اهو. خليني اشيله علشان ايه؟ يهدى عشان ما يلسعنيش. خلاص اهو، بصوا بقى، ادي القشر بتاع الليمون اتهرى. بصوا اهو اتهرى، طبخته. هعمل بيه ايه؟ هقول لكم بقى دلوقتي. هجيبه هنا بالميه بتاعته، انا حطيت عليه يعني كيلو بياخد حوالي كوبايه ميه، بغلي القشر كويس جدا مع ملح الليمون، وبعد كده هضربه بالهاند بلندر قبل ما احط عليه اي حاجه تانية خالص. هو مجرد كده هيديني خليط رائع يشيل لي اي زفاره في الفراخ، في بط، في اي حاجه انا بعملها. الميه بتاعته اهي، هاجي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قشر الليمون ده كمان معلقه منه على العلبه اللي بنحطها جنب المواعين دي عشان نحط فيها صابون السايل، برضو هتخلي الاستانلس بتاعك والحلل بتاعتك تلمع. واصلا احنا بنرمي القشر ده ما بنعملش بيه حاجه اهو. بس خلاص هو كده بالنسبه لي. هتعبيه في برطمان او في كيس لما يبرد وخلاص. كده الخلطه دي هستعملها زي ما قلنا في تنظيف الطيور، بتشيلي اي زفاره بدعكها بيها، باخد منها معلقه كبيره او معلقتين وبعد كده بستعملها في تنظيف الفراخ. طيب انا مش عاملاها بس لتنظيف الفراخ، لا ده انا عامله بقى الباقي ده هعمل بايه؟ هحط بقيه المقادير بتاعتي بقى بتاعت تنظيف الفراخ، هو بس الليمون وملح الليمون، مش هعمل حاجه تانية. هاجي بقى الباقي هعمل بيه خلطه للتنظيف. اوعي تعملي خلطه التنظيف وتحطيها على الفراخ وتقولوا ايه قالت، لا ادي ايوه خلاص احنا الليمون عملناه. هات يا ابني نحط في طبق علشان ايه؟ نخلي الناس مخايف. اول وصفه خلاص احنا عملنا بقشر الليمون وملح الليمون عشان زفاره الفراخ اهي اللي هي البيوري ده. خلاص هاخد شويه في بوله، شويه في بوله، وايه خليني احطها في كيس، حتى بلاش هحطها في كيس علشان احطها في التلاجة. بصوا بقى لما بنحط الكيس في الكوبايه بيبقى ما بقاش فيه الشلفطه دي، علشان كده بقول لكم دايما نحطه في كوبايه. خلاص اهو ده الليمون ده هنحطه في برطمان في التلاجة، او هحطه في كيس كده. ده علشان تنظيف الطيور، ده ممتاز لتنظيف الطيور يعني بجد هتدعولي عليه.
خلاص اهو. هاجي بقى الباقي، هحط بسم الله الرحمن الرحيم الكربوناتو، الكربوناتو اللي هي البيكنج صودا، وهنحط الخل بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين الفوران؟ شايف الفوران اهو. عايزه اقول لكم الخلطه دي رهيبه، قعر الحله هيبقى معاكي فل الحوض. وهحط صابون مبشور نص كوبايه ونص كوبايه صابون سائل، هيعمل معاكي خليط رائع للتنظيف وهيقعد معاكي فتره رهيبه اهو. ده بقى اهو شايفين يهدى كده، وهروح حطاه في برطمانات وحطاه تحت الحوض استعمله زي الفل، بجد هيعمل لك خليط زي الفل. وده كله قشر ليمون احنا بنرميه، مجرد صابونه صغيره، صابونه صغيره ونص كوبايه صابون سائل. عمل لي ما شاء الله البوله، شايفين حجمها؟ بصوا اهو شايفين حجمها. ده كله هيقعد معاكي كتير جدا وتنظيفه رائع. خلاص فاضل اخر حاجه التوم. التوم ناخد ده نحطه على جنب ولا يهمك. رجاء ده ما يتحطش على الفراخ، اوعوا بتاع الفراخ اهو، من غير صودا ومن غير خل. عايزه تحطي خل من غير صابون طبعا، عايزه تحطي خل ماشي. هاجي التوم، التوم كيلو التوم بحط له مثلا معلقه ملح وشويه زيت، وبضربه في الكبه ادي شويه زيت وشويه ملح اهو، وهضرب التوم افرمه هقول لك بقى كذا طريقه لتخزينه. اهو بصوا التوم ممكن نعمله في اكياس زي ما خزننا الطماطم اهو، عشان في ناس انا عارفه بتحب تعمله في اكياس كده، بس انا هوريكم بقى طريقه تانية غير دي. هجيب قالب برضو سيليكون وهروح حاطه التوم فيه اهو بالكمية اللي أنا عايزاها، بحيث يبقى ده استخدام مرة عندي، أوكي؟ أهو علشان كمان ما يعمليش ريحة في الفريزر، وأضغط كده، كل واحدة استخدام مرة، طبخة، خلاص؟ حسب بقى ما أنت عايزة إيه، عايزة تعملي كتير، يعني التقلية بتاعتك كبيرة، قليلة، أهي، أيوة، وبعدين هطلعهم بعد ما يجمدوا في الفريزر أهو. بصوا اهي دي اهي، بص هي طبعا عامله على شكل ورده مش لازم يعني اهي، خلاص دي استعمال مره. هنعمل فيها ايه بقى؟ حاجه من اتنين، لو انا مش عايزه احطها في الفريزر هحطهم في برطمان في التلاجه ونقطتين زيت عليهم، ويفضل عندي البرطمان اطلع اكله باكله. يا اما هجيب برضو كيس نايلون، كيس نايلون واروح حاطه فيه دول وارجعه تاني الفريزر او التلاجه، بحيث يبقى استخدام اكله، ما اقعدش بقى اكسر في التوم وبيبقى مجمد ما اعرفش اخد منه بالمعلقه. دي وصفه اسهل كتير علشان تاخدي الواحده وتروحي حطها على طول في التقليه او في الملوخيه او في اي حاجه انت عايزاها. بصوا اسهل لك كتير ما يبقى مجمد بالشكل ده. خلاص ادي شكل، وانا هعملها اكياس كده اهو، هحط لك الاثنين جنب بعض، بس انا عايزه املى دول اهو. بصوا اهو ايوه اهو، ادي ادي في الكيس برضو هبططهم كده وادخلهم الفريزر على طول اهو، وادي التاني خليني احطهم هنا، ادي واحد وادي التاني. ده ميزته ان انا باخد واحده واحده كده على قد الاكله، على قد الاكله بتاعتي باخد واحدة واروح حطاها على قد الاكلة بتاعتي. هروح دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.